مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة، نبدأها بأبرز العناوين. المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف الصراع لاستئناف مفاوضات السلام الشهر المقبل في جنيف. استشهاد فلسطيني وإصابة 120 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة المحاصر. وزيراء الخارجية الأمريكي والتركي يبحثان سبل نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وأنقرة. وتتابعون في الأخبار الاقتصادية. الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على تعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة. وفي النشرة الرياضية تتابعون. إدارة نادي بوشر تقرر عدم مشاركة الفريق الكروي الأول في دور الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم المقبل. إلى التفاصيل، دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث جميع أطراف الصراع في اليمن إلى استئناف مفاوضات سلام بجنيف في 6 سبتمبر المقبل. وأشار مارتن جريفيث إلى أن اجتماع جنيف حول اليمن سيكون فرصة لبحث إطار للمفاوضات وإجراءات لبناء الثقة والخطط المحددة للدفع بعملية السلام قدما. ميدانيا نددت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن بالهجمات التي شهدتها مدينة الحديدة اليمنية، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، ووصفتها بالأمر المثير للصدمة والذي لا يمكن تبريره. جاء ذلك بالتزامن مع تحذير أممي من تفشي جديد لمرض الكوليرا بمناطق غرب اليمن. قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن اليمن ربما يكون على شفا تفشي جديد للكوليرا قد يزيد خلاله معدل الوفيات بسبب انتشار سوء التغذية. وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار في شمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الوباء. ندعو كل أطراف الصراع للعمل بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي واحترام طلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الالتزام بتهدئة تستمر 3 أيام كاملة والتخلي عن السلاح للسماح لنا بتطعيم السكان المدنيين ضد الكوليرا. ولم يشهد شمال اليمن حملة للتطعيم من الكوليرا عن طريق الفم، لكن 3000 من العاملين في مجال الصحة يعتزمون التطعيم أكثر من 500,000 شخص خلال الأيام الثلاثة المقبلة في مدينة الحديدة ومحيطها، وهي الميناء الرئيسي في البلاد وعنصر مهم في خطط الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب. كان مستشفى الثورة أكبر مستشفيات اليمن قد أصيب في الهجوم الذي استهدف ميناء للصيد وسوقا للأسماك في الحديدة يوم الخميس وأدى لمقتل 26 شخصا. وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن مئات الآلاف يعتمدون على هذا المستشفى، إلا أن سلامة ذكر أن مبنى المستشفى الرئيسي لا يزال سليما، لكن الكثير من الأقسام التابعة له ولا سيما قسم الإحصاءات أصيبت، الأمر الذي أثر على العاملين الذين يعدون لحملة الكوليرا. وبحسب سلامة فإن تفشي الكوليرا هذا العام ليس على النطاق الهائل الذي شهده اليمن العام الماضي عندما وصل عدد الحالات إلى 1,100,000 حالة في نهاية المطاف، لكن الزيادة المضطردة في الفترة الأخيرة تشير إلى بداية تفشي جديد. وربما ساعدت موجات تفشي سابقة في تقوية المناعة من الكوليرا بين السكان، لكن أنظمة المناعة لدى اليمنيين ربما ضعفت بسبب أمراض أخرى إضافة إلى سوء التغذية. انطلقت في سنغافورة اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في نسختها 51. وخلال الجلسة العامة الأولى للاجتماعات بحث وزراء خارجية دول الآسيان الحرب التجارية والأمن الإلكتروني، حيث تأمل دول جنوب شرق آسيا في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القادمة مع روسيا من خلال
توقيع الدول العشر الأعضاء في الرابطة على وثيقة اتفاق حول الأمن الإلكتروني. وعلى هامش اجتماع رابطة الآسيان، ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره التركي مولود جاويشوغلو سبل نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وأنقرة. وقال أوغلو عقب اجتماع إنه تم الاتفاق على مواصلة العمل من أجل تسوية الخلافات، مضيفا أن لهجة التهديد والعقوبات لن تحقق نتيجة، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في حل الخلافات مع واشنطن من خلال الدبلوماسية والحوار والتفاهم المتبادل. وتصاعد التوتر بين الجانبين بسبب إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو بورنسون الذي تتم محاكمته بتهمة التجسس وتهم متعلقة بالإرهاب. الأزمة الكورية كانت هي الأخرى حاضرة في اجتماع رابطة الآسيان، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماعات الرابطة إن كوريا الشمالية لا تزال بعيدة عن الوفاء بتعهدها بنزع سلاحها النووي، وما زالت تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي. وأضاف بومبيو أن الفرصة لا تزال قائمة أمام بيونغ يانغ للتخلص من أسلحتها النووية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح لكوريا الشمالية بتطوير قدراتها النووية. وجاءت تصريحات بومبيو بعد أن أعلن البيت الأبيض أمس الخميس تلقي الرئيس دونالد ترامب رسالة جديدة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دون الإشارة لأي تفاصيل لمحتوى الرسالة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن دور الصين محوري في إنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في وقت سابق من العام. وخلال اجتماعه مع نظيره الصيني على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المنعقدة حاليا بسنغافورة، أوضح ظريف أن دور الصين لا يقتصر على تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي نص عليها الاتفاق النووي، وإنما يمتد إلى الحفاظ على الاتفاقية التي تضافرت جهود دولية للتوصل إليها. في الشأن الفلسطيني، استشهد شاب فلسطيني وأصيب 120 آخرون بنيران إسرائيلية في احتجاجات بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة المحاصر. جاء ذلك فيما واصل سكان القطاع تنظيم مسيرات العودة والتي حملت هذا الأسبوع عنوان الوفاء لشهداء القدس. وفاء لشهداء مدينة القدس المحتلة، شارك الآلاف من الفلسطينيين من مخيمات العودة الخمس المنتشرة بالقرب من الخط العازل شرقي قطاع غزة في الجمعة 19 من مسيرة العودة الكبرى والتي تحمل اسم الوفاء لشهداء القدس. طالما أن المسيرة لم تحقق أهدافها بشكل مباشر حتى هذه اللحظة، وبالأخص كسر الحصار ورفع الحصار عن قطاع غزة وتحسين حياة الناس المعيشية، فبالتأكيد ستستمر هذه المسيرة. الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى أكدت على استمراريتها وأنها لن تتراجع، ومصممة على استكمال درب النضال الجماهيري السلمي حتى تحقيق أهدافها في إسقاط مخططات تصفية القضية الفلسطينية ورفع الحصار المطبق على غزة. ندافع عن كل أبناء شعبنا وخاصة الذين في القدس، واليوم نحن نؤكد لهم نحن معكم. وهذه المسيرات هي اليوم في مسيرة الجمعة 18 هي مسيرة الوفاء، 19 مسيرة الوفاء لدماء شهداء مدينة القدس. هذه المسيرات هي ردة فعل على هذا المسعى الأمريكي لشطب هوية شعبنا الفلسطيني. اللاجئين بالنسبة للمشروع الأمريكي لا توجد مشكلة لاجئين، يجب توطينهم حيث هم. لهذا تجدين هؤلاء الشباب والأطفال وجميع الفئات الموجودة هنا تعبر عن رفضها لهذا المشروع، وتؤكد بأن جذور القضية الفلسطينية هي أن هناك جريمة كبرى ارتكبت بحق شعبنا.
هذا وأصيب العشرات من الفلسطينيين بجراح مختلفة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين والطواقم الطبية على طول الخط الفاصل بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. هذه الأرض أرضنا وإحنا هينا مرابطين فيها، وإنه القدس أسرانا، وإنه هذه فلسطين بلدنا. جينا عشان نحرر قدسنا ونرفع الحصار الظالم علينا، واللي والقدس إن شاء الله ما رح تنسى صلاح الدين، ما رح تنسى صلاح الدين اللي حررها. في غضون ذلك تمكن الشبان الفلسطينيون من إزالة السياج الفاصل قبالة موقع قناصة الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. أن تستمر مسيرات العودة الكبرى رغم كل التحديات يعني مدى تصميم الشعب الفلسطيني على أخذ حقوقه والعودة لدياره مهما كلفه الهدف من تضحيات ودماء وشهداء. منى حلس لتلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين. في أفغانستان أوقع هجوم انتحاري على مسجد 25 قتيلا، وقال مصدر أمني إن الهجوم الذي وقع في مدينة كرديز شرق أفغانستان تم عن طريق انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا فجره وسط المصلين في صلاة الجمعة. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. دعا رئيس زيمبابوي إميرسون مانانغاغوا مواطنيه إلى الوحدة بعد إعلان لجنة الانتخابات فوزه في انتخابات الرئاسة. وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق فوز مانانغاغوا في انتخابات الرئاسة بعد أن تغلب على منافسه مرشح المعارضة نيلسون شاميسا ليستعيد منصبا شغله الرئيس السابق روبرت موغابي لفترة طويلة. وقد حصل مانانغاغوا على 50.8 من الأصوات، بينما حصلت شاميسا على 44.3%. نشرة العاشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان وتتابعون بعد قليل. الجسر الذهبي تحفة معمارية في قلب جبال فيتنام. عبق فاح بين جنباتها فنفثت سلاما برائحة لبانها. حلقت عاليا نحو السماء فنقشت بأبجدياتها تاريخا جميلا. وبكرمها أمست مضربا للأمثال. مهرجان صلالة السياحي 2018 من 10 يوليو إلى 25 أغسطس. المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف الصراع لاستئناف مفاوضات السلام الشهر المقبل في جنيف. استشهاد فلسطيني وإصابة 120 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة المحاصر. وزيراء الخارجية الأمريكي والتركي يبحثان سبل نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وأنقرة. للتعريف بعراقة الموروث العسكري العماني وما شهدته قوات السلطان المسلحة من تطوير وتحديث
يشارك متحف قوات السلطان المسلحة والتوجيه المعنوي حاليا في فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام. ويسعى المتحف من خلال هذه المشاركة إلى التعريف كذلك بما يحتويه من مكنونات وإرث حضاري له دلالته التاريخية وما يتصل بالتاريخ العسكري العماني ومسيرة تطور قوات السلطان المسلحة. تقوم شرطة عمان السلطانية بجهود استثنائية لتنظيم حركة المرور خلال موسم الخريف بمحافظة ظفار التي تشهد إقبالا واسعا من الزوار خلال هذه الفترة. وينتشر رجال شرطة عمان السلطانية في مواقع مختلفة لتخفيف الازدحام في الشوارع الرئيسية للمحافظة على انسيابية الحركة وسلاستها. تواصل شرطة عمان السلطانية تكثيف جهودها لاستقبال زوار موسم الخريف السياحي من خلال الانتشار على طول الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة ظفار، كما تنتشر في المحافظة لتنظيم حركة السير وتأمين مختلف المواقع السياحية وتقديم العون والمساعدة لمرتاديها. وتدعو شرطة عمان السلطانية مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والسرعات المحددة، كما تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال تساقط الأمطار وتكون الضباب والتأكد من سلامة جميع أجزاء المركبة وضمان صلاحيتها للعمل في مثل هذه الأجواء. مركز شرطة حريط يعتبر المحطة الأولى للدخول إلى ولاية صلالة، وهو البوابة الرئيسية للدخول إلى المناطق الضباب والأمطار، فوجب على الشرطة أو القائمين بالمركز توعية القادمين من محافظات السلطنة الأخرى أو الأخرى القادمين من الدول المجاورة، التنبيه على القادمين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وترك مسافة أمان نظراً لانعدام الروية أو محدوديتها في بعض الأماكن. تقوم إدارة مرور صلالة بدور حيوي في تنظيم الحركة المرورية لضمان انسيابيتها، وذلك بالتنسيق مع مراكز الشرطة الواقعة في نطاق اختصاصها، كما أن دوريات المرور تنتشر في ربوع المحافظة. إدارة مرور صلالة في كل موسم خريفي تضع خطة مرورية لمراقبة وتنظيم الحركة المرورية في جميع الطرق الرئيسية وجميع الدوارات وجميع التقاطعات وجميع المواقع السياحية التي يرتادها الزوار خلال فترة الموسم. كما تعمل الدوريات الأمنية التابعة لوحدة شرطة المهام الخاصة بمحافظة ظفار على تقديم العون والمساعدة لطالبيها والانتشار في مختلف المواقع السياحية. جهود وحدة شرطة المهام الخاصة بمحافظة ظفار تتمثل في عدة جوانب، وهي انتشار الدوريات الأمنية بالطرق السريعة أو الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار. وتقوم شرطة عمان السلطانية في موسم الخريف من كل عام بتوفير مركز متنقل للشرطة يتواجد في سهل إيتين الذي يشهد كثافة مرورية كبيرة، ويشرف المركز على الحركة المرورية في السهل من خلال مراقبة الطريق على مدار الساعة وفك الازدحامات والاختناقات المرورية. جهود حثيثة تبذلها شرطة عمان السلطانية في كافة ربوع محافظة ظفار من أجل تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان وتقديم المساعدة لكافة زوار المحافظة. الملازم أول منير بن محمد آل سنان من ولاية صلالة محافظة ظفار. نتحول الآن إلى الشعثاء البريكية ومجموعة من الأخبار الاقتصادية. شكرا أحمد، أهلا بكم.
بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر القادم اليوم 72 دولارا للبرميل، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 67 سنتا مقارنة بسعر أمس الخميس. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 73 دولارا و61 سنتا للبرميل، منخفضا بمقدار 80 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي. اتفق الصين والاتحاد الأوروبي على التكاتف من أجل تعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة. جاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية فيدريكا موغريني على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا. وقال وونغ إن محادثات الصين مع أوروبا كانت ناجحة في بكين، مشيرا إلى أن توصل الجانبين إلى توافق بشأن الحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف. من جانبها أكدت موغريني على وقوف الاتحاد الأوروبي مع الصين حيال تعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تعزيز الاتصالات والتعاون الاستراتيجي مع الصين. وفيما يتعلق بالحرب التجارية، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي مجددا على رغبة الصين في التوصل إلى حل خلافاتها التجارية مع الولايات المتحدة على أساس المساواة. الوزير الصيني وعقب اجتماعه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش الآسيان في سنغافورة، قال إن بكين مستعدة لمعالجة أوجه القلق لدى الجانبين عبر مباحثات على أساس المساواة والاحترام المتبادل. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي على رغبة واشنطن في الحفاظ على التواصل البناء مع الصين. في الأثناء أكدت الصين استعدادها لفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع أمريكية مستوردة بقيمة 60 مليار دولار في السنة، في وقت تشدد واشنطن الضغوط على بكين ما يهدد بتصعيد الخلاف التجاري بين القوتين الاقتصاديتين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن مجموعة الرسوم الجمركية الجديدة التي تقترح بكين فرضها على واردات سلع أمريكية منطقية ومحكومة، وحذرت من أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات أخرى مضادة. وكان مستشار الرئيس الأمريكي قد اقترحوا فرض زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على واردات الصين ورفعها من 10% إلى 25% بقيمة تصل إلى 200 مليار دولار. حذر حاكم المصرف المركزي البريطاني مارك كارني من مخاطر عالية وغير مرغوب فيها بعدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست. كارني وفي حوار إذاعي قال إن النظام المالي في بريطانيا سيكون قادرا في كل الأحوال على تحمل الصدمة، حيث زادت المصارف البريطانية من رؤوس أموالها وأعدت خططا لحالات الطوارئ. هذا ولم يبدو كارني متفائلا حيال التوصل إلى الاتفاق الذي تسعى إليه بريطانيا مع التكتل عقب الانسحاب، قائلا إن فرص الاتفاق ما زالت ضئيلة بشكل غير مريح في هذه المرحلة. بهذا انتهت النشرة الاقتصادية، وعودة إلى أحمد. شكرا الشعثاء. بمشاركة أكثر من 50 رائدة أعمال، نظمت جمعية رعاية الأطفال المعوقين المعرض التضامني الثالث، والذي يساهم بدوره في تفعيل أنشطة الجمعية من خلال أرباح المعرض. النجاح يتبعه نجاح، وسلسلة المعارض التي تنظمها جمعية رعاية الأطفال المعوقين تأتي بالفائدة مع إقبال المشاركات في المعرض التضامني الثالث لرواد الأعمال لصالح الفئة التي تخدمها الجمعية.
اليوم بدينا معرض التضامن الثالث اللي تنظمه جمعية رعاية أطفال المعوقين بمشاركة أكثر من 51 تاجرة عمانية من المؤسسات الصغيرة المتوسطة. احنا كثير فخورين ان احنا قاعدين نسوي النسخة الثالثة لمعرض التضامن. الحمد لله نجحنا في أول معرض وثاني معرض، ويعني هاي المعرض احنا نسويها عشان نعالج الصعوبات المادية اللي تواجهها جمعية رعاية أطفال المعوقين. المعرض يشكل أهمية كبيرة لرواد الأعمال الأخوات اللي هن عندهم رغبة حقيقة في تمويل من صندوق الرفد. فبعد زيارتي اليوم أعتقد أن هناك حقيقة مجموعة كبيرة من الأخوات بإمكانهم التقدم في صندوق الرفد والتقدم للتمويل المناسب لهم وتوسيع تجارتهم أو نشاطهم. تحرص كل مشاركة في هذا المعرض على عرض الأجمل والأجود بهدف استقطاب المهتمات والمتابعات لكل جديد. هذه مشاركتي الثالثة في معرض التضامن، وهي تضيف لي كرائدة عمل انتشار واسع من ناحية تشكيل قاعدة زبائن كثيرة، وأيضا كون جانب إنساني وريعة يذهب لخدمات الأطفال المعاقين. مشاركة بجديدي الحين حق المعرض، منزلة ثوب النشل البحريني ومنزلة عبايات جديدة الحين حق العيد، وانتظرونا إن شاء الله حتى في المعارض الجاية. مشاركتي في هالمعرض طبعا بداية كفرد في المجتمع قبل أكون صاحبة أعمال، والحمد لله وهذا تضامن لنا كجمعية ونحن كأصحاب مؤسسة أعمال. كما تحظى المعارض التي تنظمها الجمعية بدعم الجهات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة، ليتم دعم هذا المعرض من عدة جهات من بينها صندوق الرفد سواء للجمعية أو لرائدات الأعمال. هذه المعارض لها دور كبير في تفعيل الحركة الشرائية لرائدات الأعمال خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. نصل إلى المحطة الرياضية مع عبد الله بن راشد الكعبي. أهلا بكم مشاهدينا. تعادل المنتخب الوطني الأولمبي أمام نظيره الأوزبكي سلبيا دون أهداف ضمن بطولة فيتنام الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية، حيث واجه الأولمبي الوطني ظهر اليوم نظيره منتخب أوزبكستان الأولمبي ضمن البطولة الدولية الودية والتي تنظمها فيتنام، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف. ضمن مباريات البطولة العربية 27 للكرة الطائرة الشاطئية والتي تستضيفها مدينة أكادير المغربية خلال الفترة من 31 من يوليو وحتى 7 من أغسطس الحالي، تمكنت منتخباتنا الوطنية للكرة الطائرة الشاطئية من كسب مباريات اليوم الأول من منافسات البطولة، حيث تمكن الفريق ألف الذي يمثله أحمد الحسني وهود الجلبوبي من الفوز في المباراة على المنتخب السعودي بنتيجة شوطين دون مقابل. انتهى الشوط الأول بنتيجة 7-21، فيما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 6-21، وعاود الفريق نفسه الفوز في مباراته الثانية على المنتخب المصري بنتيجة شوطين دون مقابل أيضا، كما تمكن الفريق باء المكون من مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي من الفوز على منتخب البحرين ألف بنتيجة شوطين لشوط واحد. قررت إدارة نادي بوشر عدم مشاركة الفريق الكروي الأول في دور الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الحالي، وجاء ذلك في بيان أصدرته إدارة النادي للاعتذار عن المشاركة في الموسم الرياضي 2018-2019، حيث قال متحدث باسم النادي إن هذا الأمر سيتيح للإدارة العمل على إنهاء المشاريع والاستثمارات وضمان وجود دخل مناسب خلال الفترة القادمة. كما أكد النادي استمرار مشاركته في مسابقات دوري المراحل السنية الأولمبي والشباب والناشئين لتكون الركيزة الأساسية لعمل النادي في إعداد النواة الأساسية لفرق النادي المستقبلية. في أمريكا الجنوبية وضمن ذهاب الدور الثاني لبطولة كوبا سود أمريكانا، تمكن نادي كولون من الفوز بهدف نظيف على ساو باولو، حيث سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ماتياس في الدقيقة 80، وفي الوقت بدل الضائع طرد الحكم لاعب ساو باولو بيرنير بعد دفعه اللاعب إيمانويل إيفر، كل علما أن لقاء الإياب بين الفريقين سيقام في الأرجنتين في 16 من شهر أغسطس الحالي.
في الكرة الصفراء تأهل أنوار روبن للدور الثالث لبطولة سيتي المفتوحة بعد تغلبه على مواطنه الأمريكي جون إيزنر، حيث واجه المصنف الثاني في البطولة جون إيزنر في الدور الثاني لبطولة سيتي المفتوحة مواطنه أنوار روبن المتأهل عن طريق الدعوة، ونجح روبن في تحقيق المفاجأة بعد فوزه بلقائين بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و7-6. انفرد نيوزلندي بين كامبل بصدارة الترتيب العام لبطولة فيجي الدولية للغولف بعد منافسات اليوم الثاني، حيث أصبح رصيد كامبل الإجمالي 11 ضربة تحت المعدل بعد أن سجل 6 ضربات تحت المعدل اليوم، ويحتل جاره الأسترالي أندو دوت المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 7 ضربات تحت المعدل بعد أن سجل ضربتين تحت المعدل. أما المركز الثالث فيتقاسمه الأستراليان جاردن فيلتون وتيري برصيد 6 ضربات تحت المعدل. النشرة الرياضية انتهت مشاهدينا، عودة إلى أحمد ومزيدا من أخبار العاشرة، فتفضلوا بالبقاء معنا. شكرا عبد الله. بارتفاعه الممتد لأكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، يبرز الجسر الذهبي في فيتنام كأحد أبرز المواقع الجاذبة للسياح، حيث يجد الزائر للمكان براعة هندسة البناء وامتداد الجسر فوق أعالي الجبال الخضراء. الجسر الذهبي أو كاوفانغ تصميم هندسي فريد من نوعه اجتذب العديد من السياح لزيارته منذ افتتاحه في يونيو حزيران الماضي. جسر المشاة الذي صممته شركة تي اي لاندسكيب المعمارية عند تلال بانا في الجبال الواقعة بوسط فيتنام تحمله يدان عملاقتان، ويقع على ارتفاع أكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر ويمتد فوق أعالي الأشجار، مما يمنح السياح الاستمتاع بسلسلة من المشاهد الخلابة أسفل. ويقول المدير المسؤول عن التصميمات بالشركة إن أسلوب تصميم الجسر يوحي بصورة يدين عملاقتين للآلهة ترفعان شريطا من الذهب من باطن الأرض. وأعرب السياح الزائرون للجسر عن إعجابهم الشديد بهذا التصميم المعماري، حيث قال بعضهم إنهم يشعرون وكأنهم يسيرون فوق السحاب. صمم هذا الجسر بأسلوب فريد وشيق وعلى ارتفاع آلاف الأمتار فوق سطح البحر، تمسك هاتان اليدان العملاقتان بالجسر بطريقة تجعله يبدو قديما للغاية وحديثا في الوقت نفسه. إنه يمنح السياح الذين يسيرون عليه شعورا مثيرا. ووفقا لهيئة السياحة الوطنية الفيتنامية، فقد استقبلت تلال بانا أكثر من 2.7 مليون زائر العام الماضي، لكن الجسر الذهبي هو الذي حظي بالاهتمام الأكبر من الزوار. في الختام هذا تذكير بأبرز عناوين نشرة العاشر. المبعوث الأممي لليمن يدعو أطراف الصراع لاستئناف مفاوضات السلام الشهر المقبل في جنيف. استشهاد فلسطيني وإصابة 120 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة المحاصر. وزراء الخارجية الأمريكي والتركي يبحثان سبل نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن وأنقرة. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، وإلى اللقاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم مع آخر الصور الجوية. وتبدو أجواء السلطنة بوجه عام مستقرة وخالية من السحب، عاد بعض السحب الركامية التي تكون حاضرة على سلسلتي جبال الحجر مع فرص هطول بعض الأمطار قد تكون رعدية أحيانا على المناطق الجبلية مشاهدينا الكرام، وإلى منطقة شبه الجزيرة العربية حيث تبدو الأجواء مستقرة وخالية من السحب عاد بعض السحب التي تكون حاضرة على اليمن.
مشاهدينا الكرام تفاصيل الأجواء للنهار القادم بداية مع حركة الرياح من الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد. الرياح في مجملها تبدو جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة بحدود 20 إلى 35 عقدة و20 عقدة على مناطق جنوب الشرقية. البحر على الساحل بمجمله هائج الموج أقصى ارتفاعا له 4 أمتار ورطوبة نسبية عالية تصل إلى 95%. سواحل محافظة مسندة مشاهدينا الكرام تشهد رياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة بحدود 5 إلى 10 عقد، بالتالي البحر هادي الموج أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر. أخيرا إلى سواحل السطن نطلع على بحر عمان حيث تشهد رياح عموما في مجملها شمالية شرقية معتدلة السرعة بحدود 10 عقد، بالتالي البحر هادي الموج أقصى ارتفاعا له متر وربع المتر ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 50 إلى 90%. تصل الأجواء للنهار القادم بداية من العاصمة مسقط حيث تبدو الأجواء مستقرة وخالية من السحب والعظمى 36 درجة مئوية. أرستاق بعض السحب الماطرة تكون حاضر النهار القادم والعظمى 43 درجة مئوية، وعلى شمال الباطنة في صحار تبدو الأجواء مستقرة للنهار القادم ودرجات الحرارة تبقى عند نهاية 30. عند مطلع 40 على محافظة مسندم ضمن أجواء صافية ومستقرة خالية من السحب شمال الشرقية، وبداية من إبرة وبعض السحب الماطرة تكون حاضرة والعظمى 42 درجة مئوية. تطال هذه الأجواء محافظة الداخلية في نزوة وجبل شمس، تصل درجات الحرارة على جبل شمس إلى 25 درجة مئوية. عند منتصف 40 على محافظة الظاهرة مع فرص الانتشار وتدفق بعض السحب الماطرة، بينما تبقى الأجواء مستقرة وخالية من السحب على محافظة البريمي ودرجات الحرارة تصل إلى 44 درجة مئوية. إلى صلالة مشاهدينا الكرام وسحب الخريف لا تزال مستمرة على سواحل محافظة ظفار ودرجات الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية، وبعض السحب تكون حاضرة على ثمريت ودرجات الحرارة عند منتصف 30. عند منتصف 40 على هيمة مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب إلى مناطق جنوب الشرقية وبداية من جزيرة نصيرة. درجات الحرارة تبقى عند مطلع 30 مع فرص الانتشار وتدفق بعض السحب، وعلى الأشخرة درجات الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية وفرص الانتشار وتدفق بعض السحب تكون حاضر النهار القادم. كذلك والحال على ولاية صور ودرجات الحرارة تبقى عند مطلع 40. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.